السلام عليكم، ويلكم بروب 1. نبدأ مع بعض بقى يونت 2 اللي بتتكلم عن الفورس اند موشن. احنا الترم الاول لما اتكلمنا في الفيزيكس خدنا الانرجي، الترم ده هنتكلم عن الفورس. هنبدأ بليسن 1 بيتكلم عن فاندمنتال فورسز ان نيتشر، يعني القوى الأساسية الموجودة في الطبيعة. Fundamental Force in Nature ده أول لسن عندنا. هنتكلم كلام مش جديد، يعتبر بالنسبة لنا الكلام ده يعني قعد علينا قبل كده. لما بكون حاطة بوك على تيبل ومفيش أي فورس أثرت عليه إن هو يتحرك، فبيفضل البوك ده ستاتيك أو فيكسد ثابت. في نفس الوقت لو أنا جيت أعمل بوشينج للوول ما بقدرش احرك الوول، لان الفورس اللي انا افكتد بيها على الوول دي improper force، يعني فورس مش مناسبه او قوتي دي مش مناسبه ان انا احرك الوول، فهي محتاجه حاجه اكبر من الفورس بتاعتي. لما بنحرك البول، لو انا عندي بول وهي ستاتيك يعني واقفه وانا عملت لها بوشنج بريجلي فبتتحرك بقت موفينج، فتحولت من ستاتيك الموفينج، يبقى انا كده غيرت الستيت بتاعتها وغيرت البوزيشن بتاعها، فانا كده اثرت عليها بفورس. في نفس الوقت لو البول دي موفينج بتتحرك وجه الجول كيبر اللي هو بقى في بنتفرج على الكوره وكده، الجول كيبر او حارس المرمى هو اللي بيصد البول، فبيحولها بدل ما كانت موفينج بيمسكها بتبقى ستاتيك. كمان برضو عندنا لو انا مثلا عملت هيتنج للبول خبطتها كده براسي فبغير الدايركشن بتاعها، يعني من الاخر لما انا باثر على حاجه بغير الستيت بتاعتها او بغير البوزيشن بتاعها او بغير الدايركشن بتاعها، فانا كده عملت حاجه اسمها فورس. يبقى الفورس كده ببساطه هي ايه؟ الفورس دي هي عباره عن ان افكت ذات attempts to change the object from object state and direction. بغير الستيت بتاع الاوبجكت والدايركشن. يبقى احنا كده بنغير ايه؟ الستيت اللي ممكن من خلالها اغير البوزيشن والدايركشن. يعني ايه ستيت؟ يعني بغير من ستاتيك تو موشن اور فروم موشن تو ستاتيك. يعني الاوبجكت لو ستاتيك واقف وانا خليته موفينج اثرت عليه فورس حركته، يبقى انا كده غيرت الستيت بتاعته. او لو هو كان موفينج او في حاله موشن وانا اثرت عليه بفورس خلاته ستاتيك يعني وقفته، فانا كده غيرت الستيت بتاعته. لو انا حركت الاوبجكت من مكان للتاني فانا غيرت البوزيشن بتاعه. لو انا غيرت اتجاهه يبقى انا كده غيرت الدايركشن. يبقى الفورس هي عباره عن ان افكت ذات اتمبتس تو تشينج ذا اوبجكتس ستيت اند دايركشن. الفاندامنتال فورس ان نيتشر عندنا الفاندامنتال فورس عندنا ان نيتشر ليها يعني في عندي فورسز في النيتشر بنشوف تاثيرها، يعني انا مش بشوف الفورس نفسها، الفورس دي حاجه انفيزبل يعني حاجه مش متشافه، لكن انا بشوف الافكت بتاعها في سام فينومينا. يعني في عندي فورسز بتسبب فينومينا معينه ناتشرال فينومينا، في عندي ظواهر طبيعيه بتبقى resulted from force، زي عندي lightning and thunder. lightning and thunder اللي هو البر والرعد. عندي ال wind motion. عندي ال gravitational force اللي هنتكلم عنها. gravitational of objects to earth، الاوبجكتس اللي بتنجذب للايرث. وعندي كمان الاتراكشن اوف ايرون تو ماجنت. دي حاجات احنا بنشوفها يعني اللايتنينج والثاندر، الموشن اوف ويند، جرافيتيشنال اوف اوبجكتس تو ايرث، الاوبجكتس لما بتنجذب للايرث، الاتراكشن اوف ايرون تو ماجنت، ان الايرون لما يأتراكت الماجنت. احنا الحاجات دي ظواهر طبيعيه بنشوفها،
مش عارفين تفسيرها ايه. تفسير كل الكلام ده بتبقى وراها فورس. الفورس هي اللي بتديني الافكت ده اللي احنا بنشوفه او الفينومينا اللي احنا بنشوفها دي. وعندي كمان في بقى عندي فورسز بتستخدم في some technological applications. يبقى انا كده عندي الفورسز ممكن تسبب some natural phenomena زي lightning with thunder, the wind motion, the gravitational of objects to earth, the attraction of iron to magnet. وعندي في some technological applications دول برضو resulted from الفورس, زي عندي generating of electric current, generating electricity يعني توليد الكهرباء, ده ناتج عن فورس, ده technological application. الفاير ويبنز اللي هي الأسلحة النارية دي ناتجة عن فورس. النيوكلير اكسبلوجنز ده الانفجارات النووية دي برضو ناتجة عن فورس. وكمان النيوكلير رياكتور اللي هو المفاعل النووي دي برضو كلها ناتجة عن الفورس. يبقى احنا كده عندي الفورس بنشوفها في some natural phenomena زي lightning with thunder, the wind motion, the gravitational of objects to earth, وكمان attraction of iron to magnet. Some technological applications depend or resulted from some forces زي generating electricity, fire weapons, nuclear explosions, وكمان nuclear reactor. طيب احنا هنتكلم عن ايه في الليسن ده؟ هنتكلم عن ال fundamental forces in nature. احنا قسمنا ال forces in nature لثلاث three types لما الفاندمنتال فورس. فاندمنتال فورسز يعني القوى الاساسيه الموجوده في الطبيعه. عندي الجرافيتيشنال فورس, وعندي الالكتروماجنتيك فورس, والنيوكلير فورس. يبقى احنا عندنا في 3 فاندمنتال فورس ان نيتشر: جرافيتيشنال فورس, electromagnetic force and nuclear force. gravitational, electromagnetic and nuclear. ناخد واحدة واحدة كده نتكلم عنهم. number one gravitational, طبعا دي عدت علينا قبل كده اللي احنا نسمع عنها اللي هي الايه الجرافيتي. الجرافيتي اللي هي الجاذبية بتاعت الارث او بتاعت اي بلانت اللي نتيجتها بينشأ حاجة اسمها ويت. احنا طبعا القصة المشهورة اسحاق نيوتن لما كان قاعد under tree وبعدين في ابل, الابل دي حصل لها فولينج داون تو ذا جراوند, يعني وقعت على الجراوند. فقعد يفكر هي ليه حصل لها فولينج داون تو ذا جراوند, ما حصل لهاش يعني موفينج ابورد, ليه ما طلعتش لفوق مثلا وليه نزلت داونورد, ليه نزلت لتحت. قال يبقى الايرث عندها فورس اسمها جرافيتي بتشد الاوبجكتس ناحيتها, فطلعنا بنتيجه حاجه اسمها ايه, اسمها الويت. احنا خدناه في برايمري 6 وخدناه برضو في الفيرست تيرم. الويت اللي هو عبارة عن ايه, force by which او the ability of earth to attract objects towards it. الويت هو ايه, the ability of earth to attract objects towards it, أو the force of Earth's gravitational to the object. الفورس أو الجرافيتيشنال فورس للإيرث بتشد بيها الأوبجكت, طبعا بنقيس بيونت اسمها نيوتن. نيوتن جت من اسم إيه, إسحاق نيوتن. طبعا خدنا إن الويت إيكوال ماس باي 10, خد كانوا كنا بناخده في برايمر 6, وخدنا الترم الأول إن الويت إيكوال الماس باي الأكسلريشن ديو تو جرافيتي. الويت إيكوال إم باي جي. طبعا لما بنحطها في تريانجل عشان نعرف نجيب الحاجه الابسنت, عندي الويت ماس باي اكسلريشن ديو تو جرافيتي. يبقى انا عندي الويت ديبندس اون ماس, يبقى كل ما الماس انكريزز الويت انكريزز, ريليشن بينهم دايركت ريليشن. فانا بالتالي لو انا شلت اوبجكت الماس بتاعته 100 جرام وبعدين شلت اوبجكت تاني الماس بتاعته 500 جرام مثلا, يبقى انا الورك دان تو موف 500 جرام مور ذان الورك دان تو موف 100 جرام. يبقى علشان كده برضو الويت اوف 100 جرام هيبقى مور ليس ذان ويت اوف 1000 جرام مثلا. تعال نشوف كده اكزامبل. لو انا خدت, لو قال لي ان الماس بتاعت اوبجكت 2 كيلو جرام,
والاكسلريشن ديو تو جرافيتي 9.8 متر بير سكند سكوير. دي اليونت بتاعت الاكسلريشن ديو تو جرافيتي متر بير سكند سكوير. يبقى الويت ايكوال الماس 2 باي 9.8. هيبقى عندي هيبقى تقريبا كده 19.9 I think no. طيب نحسبها بالكالكوليتر. يبقى عندي يبقى 19.6 نيوتن. ده عندي الويت ماس باي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي هي الجي. طب لو انا خليت الماس بقى بفور يبقى الويت انكريز، يبقى الويت كمان انكريز تو دبل. يبقى انا كده باي انكريزنج ماس الويت انكريزز او الورك دان انكريزز. يبقى انا كده عندي كل لما الماس انكريزز الويت انكريزز، والويت بيكون الدايركشن بتاعه دايما توورد ذا سنتر اوف ايرث. فبالتالي لما بنبعد عن السنتر اوف ايرث بيحصل ايه للويت؟ الويت ديكريزز. كده انا عندي الويت انكريزز، يبقى انا كده الويت انكريزز باي انكريزنج ماس، وكمان الويت انكريزز باي انكريزنج الجي اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. يبقى لما الجي او الاكسلريشن ديو تو جرافيتي انكريزز يبقى الويت عندي انكريزز. طيب عشان كده بقى لو انا عندي احنا الايرث عندنا مش سفيريكال قوي، يعني الايرث بيكون شكلها اوفل كده، عندي هنا النورث بول وهنا الساوث بول، وفي عندي بقى هنا الاكويتور. فانا عندي كده ايه التو بولز بيبقوا ماشيين كده، وعندي هنا بقى ايه ده الاكويتور. اللي هنلاحظه ان انا عندي لو هنا السنتر اوف ايرث، فهلاقي الديستانس بين البول سواء كان نورث او ساون او ساوث هتبقى ليس ذان الديستانس بين اي بوينت على الاكويتور والسنتر اوف ايرث. انا كده عندي الديستانس من السنتر، لو قلنا هنا سي الديستانس من السنتر للاكويتور more than the distance من البول ايا كان بقى هو من السنتر للبول. فكده عندي الجرافيتي اللي عند الاكويتر هتبقى less than الجرافيتي اللي عند البول. ليه؟ لان الجرافيتي decreases by increasing distance. يبقى as we go up from the center of earth، يعني كل ما نبعد عن السنتر of earth الجرافيتي decreases. يبقى لما الdistance between the object and the center of earth increases gravity decreases فالweight decreases. يبقى احنا كل ما بنبعد عن center of earth يبقى الافكت بتاع الجرافيتي decreases فالweight decreases. يبقى انا كده عندي relation بين distance والgravity او gravitational force والweight، هتبقى inverse relation. relation بين distance والgravitational force او distance والweight هتبقى inverse، يعني by increasing distance ال weight decreases. عندي مثلا هنا بيقول لي عشان نتأكد او نحسب، بيقول لي لو انا عندي مثلا مديني شكل الايرث كده، وقال لي عندي هنا النورث بول، في شخص واقف كده عند النورث بول، ونفس الشخص لو اتحرك وراح عند الاكويتر عند بوينت بي وهنا عند بوينت اي، وقال لي ان الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي هي الجي عند بوينت A equal 9.83، والجي اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي عند بوينت B equal 9.78، ومديني الماس بتاعت اوبجكت equal 20 كيلوغرام. انا في الرول دي لازم تكون الماس عندي بالكيلوغرام. طيب تعالوا نحسب الويت كده عشان نتاكد ان الويت، يعني المفروض بقى الويت عند النورث بول هيبقى greater than عند الاكويتر، لان الديستانس بين السنتر والبول less than الديستانس بين السنتر والاكويتر. فاحنا عندنا هنا هنجيب الويت عند بوينت A هيبقى mass by G، يعني 20 by 9.83، وعندي الويت عند بوينت A هيبقى برضو الماس by G، يعني 20 by 9.78
نشوف بقى نعمل الكالكوليشنز بتاعتنا. هنلاقي عند بوينت بي هيطلع 196.6، عند بوينت بي هيبقى 195.6 نيوتن ونيوتن. يبقى احنا كده لقينا ان الويت عند النورث بول جريتر زين الويت عند الاكواتور، لان الديستانس بين النورث بول والسنتر اوف ايرث less than distance بين نورث بول والاي والبوينت بي اللي هو الاكواتور، اللي هو احنا بنسميه بولر راديوس وتروبيكال راديوس. هناخد الكلام دوت في اليونت الجايه ان شاء الله. فالبولر راديوس عندي سمولر زي التروبيكال راديوس. يبقى خلاصه الموضوع ان كل ما الديستانس بتوين الاوبجكت والسنتر اوف ايرث انكريزز يبقى الجرافيتي ديكريزز فالويت ديكريزز، يعني بمعنى ان انا كل ما ببعد الايرث بتفقد سيطرتها عليا. ده كده بالنسبه لنا الجرافيتيشنال فورس، تقريبا ما فيهاش كلام جديد عن اللي خدناه في برايمر 6 وخدناه في الفيرست تيرم. نمبر 2 الالكترو ماجنتيك فورس. الالكترو ماجنتيك فورس عندي فيه ثلاث حاجات هما ريليتد الالكترو ماجنتيك فورس. نمبر 1 عندي حاجه اسمها الكترو ماجنت. نمبر 2 عندي حاجه اسمها داينامو او الكتريك جنريتور. نمبر 3 عندي حاجه اسمها الكتريك موتور. الثلاث حاجات دول مش جداد بالنسبه لنا خالص، احنا خدناهم برضو في الفيرست تيرم، خدناهم في برايمري 4 وعدوا علينا قبل كده، وخدناهم كمان في برايمري 5. الالكترو ماجنت ده ديفايس او تول بيحول الكتريك انرجي انتو ماجنتيك. عندي الكتريك انرجي وعايزه اتحولها احصل على ماجنت، فبجيب ايرون بار او ايرون نيل معمول من حاجه اسمها روت ايرون اللي هو الايرون العادي اللي هو بيتني ويتفرد معانا ده، وعندي باتري وواير، وجبت هنا ايه ايرون فيلينج مثلا، ايرون فيلينج او بيبر كليبس، فهلاقي ان الماجنت او الايرون بار الايرون نيل تحول لالكترو ماجنت بيأتراكتس الايه الماجنتيك ماتيريال. الالكترو ماجنت ده بيكون تمبراري، تمبراري بمعنى ان هو مؤقت. ليه تمبراري؟ لان هو لوزس اتس ماجنتيك فورس باي كاتنج الكتريست، يعني وانس ان انا فصلت الباتري يبقى كمان هيفصل عندي الالكترو ماجنت ويتحول يبقى ايرون بار عادي. يبقى انا عندي الايرون بار ده هنا بستخدم حاجه اسمها روت ايرون. طيب بستخدم الالكترو ماجنت ده في ايه؟ بنستخدم الالكترو ماجنت في ال عندي في الوينشز او الكرينز، اللي هو الوينش والكرينز اللي احنا تو ليفت ذا هيفي بلوكس اوف ايرون، نرفع بيها الحاجات الايرون التقيله والكارز وكده. بنستخدمه في سام ديفايسز اللي بنستخدمها في الهاوس زي الالكتريك بيل اللي هو جرس الكهرباء، والالكتريك ميكسر اللي هو عندي ايه الخلاط، بنستخدم فيهم الالكترو ماجنت. الالكترو ماجنت اتس ا ديفايس او تول ويتش تشينج الكتريك انرجي انتو ماجنتيك. الداينامو بقى لو انا عندي ماجنت بار ماجنت مثلا كده ولفيت حواليه كويل ومصله بلامب وقعدت احرك البار ماجنت دوت جوه الكوين، فعملت كاينيتك انرجي او ميكانيكال انرجي، فهلاقي ان الميكانيكال انرجي دي هتتحول لايه؟ لالكتريك انرجي. يبقى الميكانيكال انرجي او الكاينيتك انرجي لما انا عملت روتيشن لفيت الماجنت تحولت لالكتريك انرجي. يبقى الداينامو اللي هو الالكتريك جنريتور بنحول الالكتريك انرجي، بنحول الميكانيكال او الكاينيتك انرجي انتو الكتريك انرجي. طيب الموتور بقى عكس الداينامو، الموتور بياخد الالكتريك يديني ميكانيكال او كاينيتك. الموتور ده بقى اللي هو موتور، موتور كهرباء مستخدم في الـ في الواشنج ماشين، في البلندر او الميكسر، في الالكتريك فان، دي كلها حاجات بتشتغل بالكتريك موتور بيحول لي الكاينت الالكتريك انرجي انتو كاينتيك اور ميكانيكال انرجي. اخر حاجه عندنا بقى نمبر 3 النيوكليير فورس. النيوكليير فورس هي الفورس اللي نجا
بتبقى عبارة عن massive energy، كمية energy كبيرة جدا بتبقى موجودة جوه النيوكليس بتاعت الأتوم. طبعا احنا النيوكليس دي بقى يعني خلاص اتعرفنا عليها وبقت بالنسبة لنا أبجديات في الساينس. بيبقى النيوكليس بتبقى مخزنة كمية كبيرة جدا من الانرجي، من خلالها بنولد حاجة اسمها نيوكليار فورس. نيوكليار فورس دي بقى ممكن تكون ويك فورس، ممكن تكون سترونج. يعني ممكن يبقى عندي ويك نيوكليار فورس وعندي سترونج نيوكليار فورس. الويك دي بتبقى بروديوس من راديو اكتيف اليمنتس. راديو اكتيف اليمنتس زي عندي حاجة اسمها مثلا كوبالت، كوبالت 60. الكوبالت 60 ده بيطلع راديويشن اسمه جاما ريز، بنستخدمه ان اندستري. يبقى الويك نيوكليير فورس اللي ناتجه من الراديو اكتيف اليمنتس بنستخدمها في ايه بقى؟ بنستخدمها في الساينتفك ريسيرشز، الحاجات البحثيه وكليات الهندسه والطب والعلوم وكده بيستخدموا الراديو اكتيف اليمنتس او الويك نيوكليير فورس في الابحاث بتاعتهم. بنستخدمها ان ميديسن، في الطب بتستخدم اللي هو العلاج بالراديشن او كده، بنستخدم فيها ويك نيوكليير انرجي. ان اندستري في بعض الصناعات زي ما قلت لكم عندي حاجه اسمها كوبالت 60 بيطلع راديشن اسمه جاما ري، بنستخدمه في البريزرفيشن اوف فود او اندستريال، في الاندستري يعني. السترونج بقى دي اللي بتستخدم في الايه؟ اللي بتستخدم في اللي هي برودوسد فروم نيوكليير رياكتور. دي بقى بنستخدمها في ايه؟ جنريتنج الكتريستي. يبقى هي بقى في ناس اللي عندها مفاعلات نوويه بقى وعندها محطات نوويه بتولد منها الكتريستي، وان ميليتري بوربسز اللي هي الاهداف العسكريه زي بقى الايه النيوكلير. عندي الاتوميك بومب والنيوكلير بومب اللي هي القنابل النوويه القنابل الذريه والحاجات دي اهي بوربسز. ميليتري بوربس اللي هي الاهداف العسكريه زي عندي في عندي حاجه اسمها اتوميك بومب وعندي حاجه اسمها نيوكليير بومب. طبعا دي يعني حاجات مدمره، نيوكليير بومب الاتوميك بومب دي للقنابل النوويه والذريه والحاجات دي بتبقى حاجات ايه ديستركتيف اصلا، بتبقى مدمره. فدي جايه من سترونج نيوكليير فورس. احنا كده خلصنا ليسن 1، ليسن خفيف وبسيط يعني، ف مفهوش كلام جديد كتير. نشوفكم ان شاء الله في ليسن 2. ثانك يو.